حدث يترقبه الملايين حول العالم، زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون، استعدادات استثنائية وقائمة مدعوين مثيرة للجدل. من المشاهير سيحضر اللاعب ديفيد بيكام بصحبة زوجته فيكتوريا. بيكام كان دافع إلى جانب الأمير ويليام عن ملف ترشيح بريطانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2018. سيحضر كذلك الممثل روان أتكنسون الشهير بمستر بن، بالإضافة إلى المخرج غاي ريتشي زوج المغنية مادونا السابق. قائمة السياسيين المدعوين يوجد اسم ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، ومن عالم الأموال كانت الدعوة المثيرة للجدل للمصرفي جو ألبرتون الذي أدين مصرفه السابق ريغز بتهمة تبييض الأموال. أما قائمة الأشخاص غير المدعوين لحفل الزفاف فقد تضمنت الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والسبب أن الأمير ويليام ليس وليا للعهد وتاليا لا تعتبر دعوته واجبا ملكيا. كذلك لم تتم دعوة سارة فيركسون الزوجة السابقة للأمير أندرو عم ويليام، ويعول السبب لكثرة فضائحها. كذلك تم شطب اسم سفير ليبيا في لندن بعد الغضب الدولي تجاه ما يجري في ليبيا. قائمة المدعوين التي تضمنت سياسيين واقتصاديين ومشاهير لم تخلو أيضا من أصدقاء للأمير وزوجته أيام الدراسة، بالإضافة إلى قائمة مدعوين مختلفة حرصت كيت على دعوتهم، ومنهم اللحام والبقال وساعي البريد في بلدتها. إلا أن الدعوات ليست عامة لجميع الاحتفالات، فمن أصل 1900 مدعو إلى مراسم الكاتدرائية سيحضر فقط 650 حفل استقبال سيقام ظهرا في قصر باكنغهام، و300 فقط سيحضرون مأدبة عشاء تقام مساء. جود محمد، العربية.